لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. وحلقة جديدة من 1-2 مع سيف زهر. النهاردة عندنا أخبار كتير وماتشات كتير كمان في الدوري الممتاز. النهاردة النادي الأهلي هيقابل نادي الجونة. ماتشات الأهلي كلها بقت ماتشات كؤوس، ما تقبلش الاسم على اتنين. الأهلي ما يستحملش ان هو يخسر اي نقاط الفترة القادمة في عز التوقيت، برضو ما هو في ثورة تصحيح داخل النادي الأهلي بعد عودة الكابتن محمود الخطيب بالسلامة وجلسته مع كل ملفات النادي الأهلي. قعد مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، ثم مع محمد فضل، مع حسام غالي، مع بقية الإدارات كلها، واعتقد ان خلال ساعات الكابتن محمود الخطيب هيصدر قرارات لتقسيم الملفات. شيء مهم جدا ان النادي الاهلي الحقيقه يعمل نوع من الاستقرار بشكل كبير ويصدر الاستقرار لجمهوره، لان جمهوره حاسس ان الدنيا يعني مش ماشيه على ما يرام، وان شاء الله باذن الله يكون اللي جاي افضل. ماني وجوزيه، سمعنا موضوع ماني وجوزيه، وانا الحقيقه على المستوى الشخصي انا مش فاهم منه اي حاجه. ماني وجوزيه ابدا موافقه ان هو يدرب النادي الاهلي، ماني وجوزيه مستني موافقه الكابتن محمود الخطيب. هو ماني وجوزيه ابدا موافقه لمين ان هو يدرب النادي الاهلي، او مين فتح معاه الموضوع؟ اكيد لو حد فتح معاه الموضوع يبقى مسؤول، واكيد لو مسؤول فتح معاه الموضوع يبقى بتعليمات الكابتن محمود الخطيب، واكيد جرى العرف ان انت كاداره نادي ما بتفتحش التفاوض او ما بتفتحش الحديث مع حد غير ما تكون اخد عليه موافقه. اول مره في التاريخ اسمع عن مدير فني بيبدي موافقه لتدريب نادي وبيستنى موافقه الاداره. دايما الاداره بتوافق وتكلم المدير الفني، يعني سبحان الله المشهد ده ماشي بالعكس. بس هو السؤال اللي الناس بتسأله، هل ممكن يعود فعلا ماني وجوزيه للنادي الاهلي؟ سؤال الحقيقة ملوش اجابة. هل لو عاد ماني وجوزيه هتبقى تجربة ناجحة؟ هل هيقدر ماني وجوزيه يعيد التجربة اللي فاتت؟ ماني وجوزيه بقاله كتير جدا بعيد عن الملاعب او بعيد عن مجال التدريب، فهل في الفترة دي النادي الأهلي في احتياج لماني وجوزيه عشان يعيد تجربة 10 سنين فاتوا؟ مرحلة الحقيقة صعبة جدا. هستنى موبايلاتكم على 1770، اللي عايز يكلمنا على أي موبايل، واللي عايز يبعت لنا رسالة على 9370، واللي عايز يكلمنا على الخط الأرضي 0900 9370. أي حد عايز يكلمنا يتواصل معانا، بعت لنا مسج نكلمك، إحنا تحت أمرك، شوف أنت عايز إيه، مفيش مشاكل، كله يعني حاجات بسيطة. نجي لكم بعد الفاصل مع سيف زاهر. أعزائي مستمعي ريديون سبورت أف أم في كل مكان، برضو عايز اقول لكم حاجة الحقيقة مهمة جدا. النادي الاهلي النهاردة عنده لقاء مع الجونة. الجونة عندها الدافع والحافز بشكل كبير، الجونة تحت قيادة فنية لحمادة صدقي في مواجهة محمد يوسف مع النادي الاهلي. محمد يوسف بيحاول ان هو يثبت تشكيل، ولكن في حالة عدم استقرار. حد يقول لك ليه عدم استقرار؟ لان مهما نتكلم ومهما نقول ومهما نعيد ومهما نقعد نقول اي كلام، في النهاية اي لعيب بيتدرب مع مدير فني عارف انه بكرة بعده بعد بعده هو ماشي، الامور بالنسبة له بتبقى متلخبطة، ما بيبقاش فيه سيطرة بشكل كبير جدا. بدليل النادي الاهلي المباراتين اللي فاتوا، مباراة المولية العرب خسرها، والمباراة الاخيرة يعني كنا نتوقع ان هو يعمل مباراة افضل من كده، ولكن كسب بتروجيت 1-0 يعني بولادة متعسرة زي ما بيقولوا. فالامور مش ماشية بسهولة، فلازم تبقى القرارات سريعة وواضحة. محمد يوسف يكمل مدرب عام، في مدير فني اجنبي جاي، محمد يوسف هيكمل حتى نهاية الموسم، محمد يوسف هيكمل حتى نهاية الدور الاول، كلها اسئلة عايز اجابات وعايز تخطيط. والنهاردة ما مدير فني اجنبي يجي هتجيبه النهاردة في فترة توقف معانا يقدر يبص على الفريق، ولا هيجي يسوق على طول، ولا الامور هتبقى ايه؟ يعني امور الحقيقة كلها مش مفهومة. في عز ما انا برضو بجيب تشكيل او بجيب صفقات جديدة للنادي الاهلي، وبعز ان انا بلغي برضو لجنة الكرة، انا النهاردة بجيب بناء على كلام الكابتن محمد يوسف، بناء على لجنة كرة، بناء على مين اللي شايف ان دي لعيبة افضل، هيجي مدير فني جديد هيقول اللعيبة دي انا فعلا كنت عايزها ولا ما كنتش عايزها. مش عارفين الحقيقة، ما بيناش عارفين حاجة. الامور لازم زي ما قلت لكم تتحرك بشكل سريع جدا داخل النادي الاهلي. تشكيل الاهلي المتوقع النهارده: شريف اكرامي في حراسه المرمى، ايمن اشرف، سعد سمير، احمد علاء، كريم ندفد،
عمرو السولية، هشام محمد، قدامهم وليد سليمان والشيخ ناصر ماهر، وفي الهجوم وليد أزار. أحمد الشيخ وناصر ماهر عندهم فرصة ذهبية في اللقاءات دي، عندهم فرصة ان هم يقدموا اراء اعتمادهم لجمهور النادي الاهلي، وعندهم فرصة ان هم يقدموا اراء اعتمادهم لنفسهم شخصيا ويقولوا فعلا ان احنا لعيبة كبيرة وفعلا نستاهل ان احنا نلعب في النادي الاهلي. اخدوا فرصة واثنين وثلاثة واربعة، ولازم النهاردة ان هم يعني ايه خلاص بقى يبتدوا يعني يتكلموا ويبتدوا يعبروا عن نفسهم. نروح للكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري. كابتن عصام مساء الخير. الو يا كابتن عصام. يا سيف ازيك، اخبارك عامل ايه؟ اخبارك يا كابتن عامل ايه؟ كله تمام؟ كله بخير يا حبيبي، كله بخير الحمد لله. الحمد لله. يعني كان في اقاويل امبارح ان كان في اجتماع وانت كنت منتظر الاجتماع، هتقدم تصور للتحكيم الفترة القادمة، وكمان موضوع تحويل لجنة الانضباط، وكان حصل في حديث وان هو هيبقى فيه حد من لجنة التحكيم موجود فيه. اه بالظبط، وكان حصل حديث يا سيف في تشكيل ان في لجنة الانضباط هيبقى فيه حد من او القيام حد من القانونيين اللي هم كانوا حكام سابقين، ان شاء الله يكون موجود فيها طبعا، لان اكيد هيبقى عنده يعني افكار مسبقه عن حالات كثيره في تخص التحكيم يعني، فهيكون رايه مهم جدا للجنه، وده طبعا من خلال مجلس الاداره اللي هيتم في الفتره القادمه تفعيل العمل بالنسبه للجنه الانضباط والقيم يعني. فده شيء الحقيقه حميد الحقيقه من مجلس الاداره، لان الفتره الجايه هتبقى فتره الحقيقه فتره صعبه جدا في عمر المسابقه اللي احنا كلنا حريصين على انجاحها، وان هي تظهر بالشكل اللي يليق بدوري من الدوريات الكبيره في المنطقه زي الدوري المصري. هل يا كابتن لجنه الانضباط معنيه بما يخص خارج المستطيل الاخضر ولا داخل المستطيل الاخضر كمان؟ طبعا هي ممكن بتبقى معنيه بكل شيء يا سيف، لو كنا حاجات يعني اقوى من اللوائح الموجوده في لائحه المسابقات فدي بتتحول للجنه الانضباط طبعا، وفي بعض الحاجات اللي خارج الملعب اكيد بتبقى دي من اختصاص لجنه القيم ولجنه الانضباط، لان خلاص يعني مهمه مراقب المسابقات بتنتهي بنهايه المباراه، وبعد الناس ما بتمشي طبعا ممكن يكون في حاجات بقى خارج المستطيل في الاعلام في التلفزيون وهكذا يعني، فدي طبعا بتبقى حاجات تندرج تحت اللوائح اللي بتنظم عمل لجنه الانضباط والقيم. شايف يا كابتن برضو يعني كان في تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ وامير مرتضى منصور، وكان برضو يعني هنا رد قال ان ما فيش عملية تدوير شوية في تعيينات الحكام لنادي الزمالك، امير رد قال ان احنا لعبنا 14 مباراة ب 11 حكم. بص يا سيف، احنا امبارح انا وريت لاعضاء المجلس طبعا القصة الكاملة بالنسبة لتوزيع المباريات وتعيين الحكام. نادي الزمالك فعلا مبارياته لعب 11 حكم، اتكرر حكمين او ثلاثة النادي الزمالك يا سيف في كام مباراة، احنا بتكلم داخل في الاسبوع 17 تمام. النادي الاهلي سبع حكام، بس سبع حكام ليه؟ لان سبع حكام الاهلي عنده مباريات كتيرة ما تلعبتش، لكن لما تيجي مع نهاية الدور الاول هتلاقي ان العدد متكامل، اللي حكمه للاهلي زي اللي حكمه للزمالك، البعض قال فلان وفلان ما بيحكموش، هذا الكلام غير صحيح، وده قلته في المجلس امس. جهاد جريشة قعد فترة زي ما انت عارف وكل الناس عارفة بعد مباراة الزمالك والمقاصة، وده شيء طبيعي وبديهي في كل العالم، ورجع لنادي الزمالك ومع مباراة نجوم المستقبل، والزمالك خسر اعتقد فيها 1-0 وراجل قدم مباراة عالية جدا. فاحنا دايما بنختار الوقت المناسب، انا مثلا لو انا عندي مشكلة مع سيف زاهر مستحيل هحكم سيف الا بعد فترة تكون الامور استقامت، والا لما ودي سيف لما ودي حكم معين لسيف والحكم ده كان عنده خطأ كبير في هذه المباراة طبعا بدون ما يقصد، فبنستنى للوقت المناسب واللي بنقدر فيه نرجع الحكم بشكل كويس لهذا النادي، وهي دي الامور اللي ماشية في التحكيمية على مستوى العالم يعني. لكن في النهاية كل التقدير والاحترام للجميع، لكابتن عبد الحفيظ وكابتن امير والاهلي والزمالك وكل الاندية، ولكن انا شايف ان احنا ويمكن ده قلنا ان احنا نبدا صفحه جديده مع الجميع، ولكن
يعني بقى نقطة ومن أول السطر، ويبقى فيه نوع من الاحترام المتبادل ما بين الجميع. أعتقد مفيش حد يزعل من الاحترام وإن يكون هو جهاد، جريشة حكم مباراة النجوم السنة دي يا كابتن. أيوة النجوم والزمالك. النجوم والزمالك. النتيجة 1-0 لصالح النجوم. عادي يعني جدا، والراجل عمل مباراة رائعة. إذا حكم محمود البنا كان عنده مباراة الزمالك وبيراميدز، المباراة دي اتأجلت قبل الماتش بيوم. والتعيين موجود في اتحاد الكوره على فكره، اللي انا بقوله ده كلام مش ولا اي كلام، عادي جدا يعني، ما عندناش مشكله مع حد. وعلى فكره ما فيش حد يا سيف بيتدخل في عمل لجنه الحكام. انا هقول لك مثلا السنه العام الماضي كان في مذكرات من النادي الاهلي والزمالك ببعض الحكام ما يحكم لهمش تاني، وهذا العام جه من احد الانديه برضو ان حد ما يحكم لهمش او يتحقق معاه، او في النهايه ده حق اصيل لجنه الحكام، احنا بنحترم نادين الكبار دول بشكل كبير، وفي النهاية ده حق أصيل لجنة الحكام يتعين الحكم المناسب في المباراة المناسبة، ونتمنى أن القادم يكون أفضل من أجل الدوري نستمتع بيه، نستمتع بيه داخل المستطيل الأخضر وليس خارج المستطيل الأخضر. تقييمك يا كابتن لأداء التحكيم يعني في ال 15 أسبوع اللي اتلعبوا؟ بص يا سيف، أنت بتشوف مثلا حصل مرة خطأ الدنيا قامت عليه، بتكلم على خطأ أو خطأين في ماتش أو ماتشين، لكن بشكل عام الأداء التحكيمي ماشي بشكل كويس جدا. وإحنا من أنا بقول على مسؤوليتي الشخصية ونرجع لكل الدوريات في العالم، الدوري المصري من أفضل الدوريات، لو في 5 دوريات فيها تحكيم كويس فالدوري المصري واحد منهم. ده أنا بقول لك بالإحصائيات بعدد الأخطاء اللي هي أخطاء طبيعية وأخطاء بتحصل من أي حد ومن أي مستوى تحكيمي على مستوى العالم، ولكن احنا الحقيقه بنضخم كتير قوي المشاكل. ولا يمكن قلت لك اسيف قبل كده ان المشاكل اللي حصلت قبل الموسم مش عاوز اتكلم فيها كتير، البعض حاول يدخل فيها التحكيم، وانا كان تخوفي ده صحيح لما قلت يا ريت احنا نبقى بعاد الناس، يبقى لو في اي خلافات ما بين الناس وبعضها الرؤساء الانديه ايا كان يبعدوا التحكيم، يا ريت نعيد الثقه في حكام المصريين اللي هم من افضل الحكام موجودين على مستوى القاره، بدليل ان لما تيجي تقيس مستوى اي تحكيم في العالم، هل وصل لكاس العالم ولا لا؟ وصلنا لكاس العالم كتحكيم وكمنتخب، اذا احنا خدنا العلامه الكامله، اذا ده القياس لمستوى التحكيم في البلد. عاوز اقول كمان يا سيف تحيه واشاده غير عاديه من الاعلام التونسي، مش مني انا، واعتقد الاعلاميين اللي معاك عارفين هذا تماما، في 3 دربيات من اقوى الدربيات في تونس تم ادارتهم بنجاح كامل، وده بيدي عنوان رائع لقيمه الحكم المصري والمستوى الكبير اللي وصل. هل يا كابتن ممكن يبقى في توأمة الفتره الجايه مع حد غير تونس يعني اي مباراه بالظبط؟ ده سؤال، وانا يمكن ده اتطرح في المجلس، احنا عندنا توأمة مع المغرب الشقيق ويتم تفعيلها في اسرع وقت، وتم توقيع الاتفاقيه، وايضا مع الجزائر الشقيقه، وهيبقى في تنويع في الحكام ان شاء الله في الفترات القادمه ان شاء الله، لو في اي حد طلب ان يبقى في حكام اجانب يعني، فلكن احنا بنعظم دور الحكم العربي بشكل كبير جدا، وبنجيب افضل الحكام في هذه الدول، واعتقد دي هتبقى استفاده مزدوجه ما بين الدول دي، لان هنكتسب خبرات كبيره بالتحكيم في اجواء مختلفه عن الاجواء المصريه، ونفس القصه بالنسبه للدول. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.